أهلا بكم من جديد. اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بالقناصل ورؤساء البعثات والدبلوماسيين المعتمدين في الإقليم، وخلال الاجتماع سلط رئيس الحكومة الضوء على الوضع الداخلي للإقليم وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه التشكيلة الوزارية التاسعة والعلاقة مع الحكومة الاتحادية. بارزاني أشار أنه يعمل دائما على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع المشاكل بصورة شاملة وعلى أساس الدستور، مؤكدا أن الإقليم أوفى لهذا الغرض بجميع التزاماته بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة جميع المواطنين العراقيين. بارزاني شدد أيضا على أن إقليم كردستان سيبقى عاملا مهما لاستقرار المنطقة، وأنه يريد علاقات ودية مع دول الجوار وتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي بشكل عام.